أعلنت شركة كوكاكولا الأمريكية أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة بريطانية لشراء سلسلة مقاهي كوستا مقابل 5 مليارات دولار لتكون العلامة التجارية العالمية الأولى. وأنجزت الصفقة في وقت يشهد قطاع المشروبات الغازية تراجعا نظرا للمخاوف المتصلة بالصحة والسمنة في الولايات المتحدة وفي أسواق أخرى. وستمكن الصفقة الشركة البريطانية من خفض ديونها وتعزيز صندوق التقاعد، وستفسح المجال أمام توسيع علامتها الفندقية.